بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو راح نشرح شلون ممكن نسوي اختبار في برنامج مايكروسوفت تيمز. أول شيء راح نروح للأسايمنتس اللي موجودة على اليسار، أضغط عليها، أختار المقرر اللي بسوي له الاختبار، وبعدين راح أضغط كرييت، بعدين راح أروح لكويز. ثم راح اروح نيو فورم اللي تشوفونه فوق، راح احط اختبار نيو فوق، عفوا راح ارجع اختار نيو كويز، احط عنوان للكويز هني مثال، راح اكتب اختبار منتصف الأصل. هني راح أقول مثلا الرجاء، إذا عندي تعليمات ممكن أحطني الرجاء الإجابة على جميع الأسئلة. بعدها راح أضغط Add New عشان أضيف أول سؤال، راح أختار Choice لأنه اختبار، راح أقول مثلا من نماذج تصميم التعليم، طبعا في نماذج كثيرة، أنا راح واحد منهم نموذج آشور، راح أحط نموذج ثاني ما هو صح، مثلا راح أكتب آيديا، نموذج آيديا ماكو نموذج اسمه آيديا، أكتب نموذج آشور حق تصميم التعليم، راح أحط يمها صح. زين، نقطة مهمة، مرات إذا أبي الطالب يختار أكثر من إجابة ممكن اختار multiple answer، لكن انا ما راح اظللها لان لها اجابه واحده. راح احط درجه على السؤال، هني احط على كل سؤال كم درجه، بعدين راح اقول له required يعني ضروري انه هو يجاوب عليه. اذا انا بضيف سؤال ثاني راح هني اضغط add new، طبعا ما راح اسوي سؤال ثاني عشان الوقت، واحط سؤالي الثاني، طلع لي هني اثنين. اذا ابي الغي في عندي هني العلامه delete question، اضغط عليها يمسح. فهذا شكل السؤال. ودي أخذكم جولة سريعة على السيتنج، هذا وايد مهم. هني راح أبين للطالب، أخلي هذه شغالة، يبين له النتيجة عقب الاختبار على طول، يحفظ اسمه وله مرة واحدة يحل الاختبار. accept responses إنه ياخذ يقبل الإجابات. راح أختار نهاية حق هذا الاختبار، راح أقول مثلا آخر يوم تسوون فيه الاختبار هذا تاريخ 8 الساعة مثلا 11:30 بالليل مثلا. إذا عندي رسالة أبي أحطها للطلاب، ممكن هني أكتب شنو الرسالة اللي أنا أبيها. إذا أبي أبعث مثل رسيت وصل حق الطالب إنه سوى الامتحان، أختار هذه. فهذه بالنسبة حق الاختبار. الآن الاختبار جاهز. ودي أقول لكم أيضا عن responses، هذه هني راح يبين عندي إذا رجعت حق الاختبار بعدين، راح يبين عندي كم طالب جاوب وكم متوسط الإجابات، وراح يعطيني هنا إحصائية لأن ما جاوبت، إحصائية على الاختبار، وأقدر أنقل هذا الاختبار، درجات الاختبار وأسامي الطلاب على إكسل شيت، يريحني وايد. طيب الحين شلون أرفع الاختبار على المايكروسوفت تيمز؟ راح أجي المايكروسوفت تيمز، أروح المقرر اللي أنا أبيه للتعليم الإلكتروني. راح اروح assignments، وبعدين راح اضغط create، بعدين راح اضغط quiz، هذا هو الاختبار. مثال راح اختار هذا الاختبار اللي سويته، اختبار منتصف فصل، اضغط next. الحين الاختبار يكون موجود. طبعا اقدر ادز هذا الاختبار حق الطلاب، هني يكون موجود عندهم، ابي all students نفس ما اخليه، الديو ديت انا حاطه. اذا بعدل على اي شيء اضغط تحرير او edit. فهذه الاشياء اللي انا ابيها راح اقول assign، اضغط assign. حلو، الحين اختبار متصل فصل موجود. لو رحت البوست،
راح أشوف الاختبار يطلع لي عندي ثواني. اختبار منتصف الفصل راح أضغط View Assignment عشان أوريكم شلون شكل الاختبار راح يكون. فهذا هو شكل، راح أروح Student View شلون راح يطلع عند الطالب. راح يطلع عند الطالب بالطريقة هذه. ممكن الطالب يضغط على الاختبار، وبعد ما يضغط على الاختبار راح يطلع له الإجابة. مثلا اختار هذه آشهر، أو خل نروح آشهر إجابة صحيحة. بعدين يقول لي send me an email receipt إني أنا جاوبت الاختبار هذا. راح أقول له submit. خلاص لو طالع نتيجتي قال لي إن أنت جاوبت هذا السؤال صح وأخذت نقطة، يعني أخذت درجة 1 من 1. كان عندي أكثر من سؤال أيضا راح يحط له الدرجة. وأنا إذا بشوف النتائج أرجع نفس ما سويت الساعة. راح أروح الـ Assignments، تعليم إلكتروني، راح أروح Next، راح أشوف هذا اختبار منتصف الفصل، أضغط عليه. راح أقول له Open in Form. الحين لو رحت الفورم مايكروسوفت فورمز راح اقدر اشوف درجات الطلاب. قال لي ان عبد الله الفشاوي جاوب وهذه درجته، واقدر اشوف يعني اختبار كل طالب عندي. لو جيت هني حركت لو في عندي اسامي طلاب ثانيين راح اقدر اشوفهم ويعطيني درجاتهم. مثل ما قلت لكم اني اقدر ايضا احولهم على اكسل شيت. اتمنى يكون هذا الفيديو يعني مفيد لكم واستفدتم منه. شكرا لكم. يعني